من خوف وخفرة ومنقرع. أنت في كلمة محمد واسمك صلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الأداء الرائع اللي بيقدمه محمد صلاح في الفترة اللي فاتت، وده بعدما أثبت للعالم كله أنه لاعب من طراز رفيع يستحق مزاحمة النجوم الكبار أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ليحظى النجم المصري باهتمام قطبي الكرة الأسبانية برشلونة وريال مدريد في ضم محمد صلاح في أقرب فرصة ممكنة. أهلا بيكم في كرة شراب، وفي الحلقة دي هنتكلم عن تصريحات فيليب كوتينيو عن محمد صلاح. وقبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. بعدما نشرت صحيفة دون بالون مقالة كان مضمونها إن فيليب كوتينيو كشف عن موافقة ليونيل ميسي على انضمام محمد صلاح في بداية الموسم إلى الفريق الكتالوني، علشان كده صرح نجم الفريق فيليب كوتينيو من جديد وقال إن محمد صلاح صديقي على المستوى الشخصي، تربطني به علاقة صداقة ومحبة هو شعور متبادل لدى كلانا. وقال أيضا عن إمكانية انضمام صلاح إلى برشلونة إنه لاعب رائع لديه قدرات رائعة وهو يقدم مردود رائع في الفترة الماضية، أي فريق يتمنى أن يتواجد به لاعب مثل مو صلاح فهو إضافة كبيرة لأي فريق، بالتأكيد سيكون إضافة قوية لنا، ولكن أعتقد أنه مستمر مع ليفربول في تلك الفترة. وقال هذا الشيء يرجع للاعب وليس لي شأن بذلك، أنا فقط أتمنى له التوفيق دائما فهو دائما يمتعني على المستوى الفني في أرض الملعب. دي كانت بعض من تصريحات فيليب كوتينيو عن محمد صلاح. تفتكروا محمد صلاح ممكن يستمر فعلا مع ليفربول ولا لا؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي اول مره تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا اول باول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعاده ما تنسوش الصلاه على النبي.